كشفت جوجل مؤخرا عن إطلاق خدمة نيربيشير المخصصة لنقل البيانات والملفات بسرعة في هواتف أندرويد، وذلك بعد أن انتظرها المستخدمون طويلا. وتعد هذه الميزة شبيهة من حيث المبدأ بميزة AirDrop المخصصة لتبادل البيانات بين هواتف آيفون، والمهم فيها تبعا لجوجل أنها تعمل بأمان وتحافظ على خصوصية البيانات المرسلة بين الهواتف، كما تتوافق مع آلاف أجهزة وهواتف أندرويد المستخدمة اليوم. وأوضحت جوجل أن هذه الميزة ستعمل مع جميع الأجهزة الذكية المزودة بأنظمة أندرويد 6 وأنظمة أندرويد بنسخها الأحدث، ومن خلالها سيتمكن المستخدمون من تبادل الملفات والصور والروابط والفيديوهات بشكل سريع بحسب روسيا اليوم. ويجب على المستخدم لاستخدام تلك الميزة تحديد الملف أو الصورة في هاتفه، ومن ثم الضغط على خيار مشاركة وبعدها خيار مشاركة عبر نيربيشير لتبدأ الميزة الجديدة بالبحث عن أجهزة أندرويد المجاورة، وبعدها يتم اختيار الجهاز الذي يراد إرسال الملف إليه، وبعد ذلك سيظهر لصاحب الهاتف المستقبل إشعار منبثق على هاتفه يعلمه باستقبال الملف، وبمجرد الضغط على خيار الموافقة سيتم الاستقبال.